عذرا لم أنتبه ماذا قلت في المسح على الجارب، قلت وبوضوح إن المسح على الجارب ليس بمجمع على جواز، بل هناك خلاف طويل قوي بين العلماء في المسح من عدمه. وأكرر أنه لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب، والحديث حديث المغيرة أن النبي توضأ ومسح على جوربيه حديث شاذ حكم بشذوذه عشرات من العلماء. نقل ذلك عنهم الإمام النووي في كتابه المجموع. والذي عول عليه القائلون بالمسح على الجورب هو فعل بعض الصحابة، وفعل بعض الصحابة الذين قالوا بذلك قاسوا على الخفين، فإذا قاسوا على الخفين استلزموا في الجورب ما يكون في الخفين. وأقول بالله تعالى التوفيق، الأحوط إذن أن تبقى مع الأصل ألا وهو المسح.